سمعنا بهاد لا مالادي، ولكن فوق لانستون زعما كلشي صافا الحمد لله، ولا كان شي حاجه مكتبه الله راه كاينه، لا ما ندير لا ماسك لا والو. لا المهم تجنب هذاك الشيء اللي هذا كيف البلاصه اللي فيها الزحام والبلاصه اللي عامره وهذا، مي باش ندير الماسك لا غادي صافا مجيني ما غاديش يخليني تمشي اليز. هو بيان سور راه كل واحد كي يستغل اللي بغى يشريها ب 80 درهم ولا يشريها سينو راه سي با لا بين بوغ موا انا سي با لا بين. لا والاقبال ديال لي ماسك راه موجود، كاين الاقبال كثير ولكن لي ماسك موجود، ما كاينش في المارشي، قليل بزاف في المارشي ما موجودينش. اذا راه خاص الدوله دير حل، وسيرتو هاد في هاد يومين ولا ثلاث ايام فين كان هاد الاقبال، من بعد من قبل ما كانش، راه ولا شي اثمنه ولات باهظه بالنسبه للشعب. المواطن راه ولا بزاف عليه باش يشري واحد لي ماسك، ولا كيبيعهم ب 80 درهم 70 درهم راه بزاف. الا باعوا الفرماسيين بهذا الثمن راه تا هو راه واخذوا بالشركه بثمن، خاص الناس ديال الشركه اللي غياخذوا بهذ الكونتيتي الكثيره ما ياخذوش بشي ثمن باهظ باش كلشي يستافد به. وراه كاين فيهم شحال فيهم ثلاث الانواع اللي فيهم، هذيك اللي باهظ هذيك كتحمي الانسان راه ما كتحميش انت، هذا ديال اللي كذاك الفيرت راه ما كتحميش انت، كتحمي الشخص اللي يجي عندك، اما الاخرين كيحميوك. كياخذوا نقول لهم انا خذوا الماسك اللي هو دوريجي اللي هو مزيان ممتاز، زيد انا راه تباعوا ب 40 درهم دابا راه ولاو كيبيعوا ب 80 درهم 70 درهم، ولا شويه قاص على الشارع المواطن. بالنسبه لي ماسك منين سولنا الاثمنه ديالهم لقيناهم شويه تزادوا في الثمن، راه كيف ما سولتوا السيد دابا راه قال لكم ما خيرش من الخوف من الله سبحانه وتعالى، هذه بطبيعه الحال. غير هو قال لك كتفادى بالنسبه للمرض ولا هذا كتاخذ واحد ما نقدرش نكذب عليك، من الا دعت الضروره نقدر ناخذ واخا ب 80 درهم الا دعت الضروره.